المبدعون أوركسترا الشباب والرياضة، المطربة دينا جمال، الماسترو عبد الرحمن سعيد، العازفون إسلام سلامة، إسلام أسامة كمان، مصطفى نور الدين كمان، مصطفى شبانة كمان، جون سمير كمان، مايكل عاطف كمان، ما شاء الله على كمان النهاردة ده جايين إيه، كريم عبد الحميد شلو، لانا عبد الحميد أنون، أحمد سعيد أورد، روماريو أشرف عود، أحمد علي طبلة، ممدوح عبد الناصر رق، مؤمن حسن بزبطار. مساء الخير يا شباب، كله تمام؟ أول مرة يا عبد الرحمن إحنا نلتقي. أيوة أول مرة. طبعًا إن شاء الله تبقى نكررها بقى. بإذن الله. من بورسعيد ما شفناكيش. كنت في مشوار ولا إيه؟ لا في الأوركسترا. في الأوركسترا يعني. إيه الأخبار؟ ماشي الحال الحمد لله. عاملة إيه دلوقتي؟ تمام. طب من بورسعيد دلوقتي عملت إيه؟ إيه الجديد اللي عملتيه؟ إيه؟ مع نفسك يعني حفلات؟ عملت؟ لا في الأوركسترا حفلات كتير، شاركت في حفلات كتير، آخرها افتتاح معرض الكتاب، هو معرض القاهرة الدولي للكتاب، كنت موجودة في حفل الافتتاح مع الأوركسترا. طب إيه يعني أنا عايز أعرف برضو الحفلات اللي بتعمل اللي بتعملوها أنتوا، دي آخر حفلة اللي كان معرض الكتاب؟ إحنا بنبقى مجموعات يعني أنا بالنسبة لي أنا إحنا بنتوزع بقى عشان إحنا حفلات كتير، وإحنا الأوركسترا ما شاء الله كبيرة فبيوزعونا على حفلات وبيحاولوا يوزعوا الفرص، يبقى في تكافؤ فرص، بيوزعوها ما بين ناس تحضر الحفلة دي وناس تحضر الحفلة التانية كده. دكتور أمل اللي بتعمل ده الحكاية طبعا دي؟ دكتور أمل، حتى المايستروهات كمان عليها. حتى المايستروهات كمان بيكون بيتغيروا. إحنا عندنا كم مايسترو؟ ثلاثة؟ صغير. لا دكتور عز طبعا رقم واحد. ودلوقتي عبد الرحمن والمايسترو محمد اطامش والمايسترو ناجي انس والمايسترو محمد عجيمي. عجيمي برضه ليه هنا برضه ما اعرفش فين مسافر ولا ايه؟ عنده شغل ان شاء الله دعيله. ربنا يقويه. طيب انت هتسمعينا النهارده؟ انت اللي مختاره؟ انت اللي بتختاري ولا المايسترو ولا هي دكتور امل يعني دينا حق الاختيار، بس بنقول لها مجموعة أغاني وهي بتنتقي أفضل أغاني فيها يعني. بيبقى يعني بالمشاركة يعني في ديمقراطية معها. يعني ولا بتديك حق الاختيار وتقرر وتختار هي اللي على كده؟ لا بنختار، هي بتقول مثلا اختاروا 8 أغاني وهي بتختار أفضل 5 تحس إن هم لايقين على المطرب. طب عايزين نشوف اللايقين عليك يا دينا. في حاجة تانية عايزة تقوليها قبل ما نشتي؟ يلا اتفضل. يا ريت تقدمي الاغنيه يا دينا، تقولي دي بتاعت مين ومين الملحن كده يعني. تقولي احنا هنقول سيبولي قلبي مياده الحناوي. ودي كلمات الاستاذ الابنودي والحان عمار الشريعي. تمام. بقولي بقى عشان ما نديهم حقهم يعني. لاسأل أنا
تسألوا سيبولي قلبي وارحلوا لاسأل أنا ولا تسألوا قلبي خلاص من يوم جناس لا فرح ولا زعلوا قلبي خلاص من يوم جناس لا فرح ولا زعلوا سيبولي قلبي وارحلوا لاسأل أنا ولا تسألوا قلبي وارحلوا لاسأل أنا ولا تسألوا قلبي خلاص من يوم يا ناس لا فرح ولا زعلوا قلبي خلاص من يوم يا ناس لا فرح ولا زعلوا مدام انتو فاكرين الهوى مقضي السنين صبر وحنين دمع وقانين مقضي السنين صبر وحنين دمع وقانين قانين قانين يبقى الفراق بالشكل ده ما أسهلوا ما أسهلوا
احنا دلوقتي هنقول ظلمنا الحب. ام كلثوم. Thank you.
زي اللي كنا زمان زمان أحب اتنين وأحن اتنين وكان أكبر خصام بينا يدوب في يومين أدوب في يومين أنا وإنت اللي كنا زمان زمان أحب اتنين وأحن اتنين وكان أكبر خصام بينا يدوب في يومين أدوب في يومين خصمنا للنبات زاد وخلى الخطوة بينا بلاد خصمنا للنبات زاد وخلى الخطوة ما بينا بلاد وفرقنا على طريق فرقنا على طريق وضايل حب ضايل ما بين عند قلبي وقلبه وضايل حب ضايل بين عند قلبي وقلب ضاد وقضي الوقت لنا بنسى وانا بتنسى لنا بنسى وانا بتنسى وقلبنا انا هنغير بقى نغني حاجة جديدة نغني لحسين الجسمي أيام من حياتي بيموت
عملتي كل ده وما خدتش بالي ان حد بوشك كده عشان البرنامج ما يكونش فيه حاجة وطني. هنقول شادية أقوى من الزمان. فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر ايام ما كنا نسهر نضحك لينا القمر ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر ايام ما كنا نسهر يضحك لينا القمر نتونس بالقمر يضحك لينا القمر ونغني مع القمر وتغير الزمان تغير الزمان وتبدل المكان تبدل المكان وتغير الزمان تغير الزمان وتبدل المكان تبدل المكان لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت اصيله زي ما
انت، لكن يا مصر انت حبيبتي زي ما انت، لكن يا مصر انت حبيبتي زي ما انت، اصيلة زي ما انت وجميلة زي ما انت، وانخدعتني الاماني فوق ضاح بالثواني، وانخدعتني الاماني فوق ضاح بالثواني، ارجع لك انت تاني تاني يا صاحبة المكان، يا اقوى من الزمان، يا صاحبة المكان، يا اقوى من الزمان، عليك يا مصر انت حبيبتي زي ما انت، عليك يا مصر انت حبيبتي زي ما انت، الضحكه الحلوه انت والقلب الباقي انت، عليك يا مصر انت حبيبتي زي ما انت، عليك يا مصر انت حبيبتي زي ما انت، الضحكه الحلوه انت والقلب الباقي انت، وكل شيء اتغير واحنا بنكبر ونكبر، 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 ونفارق بعضنا ولاقيك يا مصر دايما طفل حيفضل صغير، بنحبه كلنا بنحبه كلنا. الله الله. يلا يا ست لانا بقى ورينا. خدي يدي.
الله الله. دينا احنا عندنا 6 دقايق ماشي نلحق بقى. ماشي يلا. على امل لقاء بقى هنودعك باغنيه الوداع لورده ان شاء الله. خاف لما بحس بخطوتك
واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خليت بخاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خليك هنا خلي وبلاش تفكر بتقولوا منو تغيب اسألي بلاش تفكر خليك هنا خلي بلاش تفكر بتقولوا منو تغيب اسألي بلاش تفكر خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خليك هنا خليني وبلاش تفكر بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفكر خليك هنا خليك بلاش تفكر بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفكر خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكر واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة سنة وتفوت هنا حبيب مجروح ولا يا حبيبي لا الفراق لنا شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا كم سنة كم سنة ولا لا 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 يا حبيبي لا الفراق لنا شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا كم كم سنة حرام عليك حرام وحياة عليك حرام خليك هنا 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 وبلاش تفكر حرام عليك وحياة عليك حرام خليك هنا هنا وبلاش تفكر خليك هنا خليك خليك هنا الله الله يا دين الله الحقيقة ابدعتم يا جماعة انتم الابداع وابدعتم النهاردة بشكر الاوركسترا كله فرد فرد ولينا على المقطوعة اللي قدمتها لنا على القانون بشكر المايسترو عبد الرحمن سعيد بشكر المطربة الحقيقة صوتك النميل دينا جمال يعني على امل نلتقي تاني كده المجموعة كده بقى يعني فارب وقت تاني ونشوف حاجة تانية بشكركم جميعا تصبحوا على خير.